بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع، اختيار رجال البيع. خطوات اختيار رجال البيع: أول خطوة تحليل وظيفة البيع، وهنا تبدأ عملية الاختيار السليم لرجال البيع بتحليل دقيق ومفصل للأعمال والأنشطة البيعية المطلوبة داخل المنظمة. ويمكن في هذا الموضوع بتفيدنا عملية تحليل الوظيفة البيعية في تحديد أبعادها وسماتها، مما يساعدنا على إعداد بطاقة الوصف الوظيفي أو الجوب ديسكريبشن، وبتتضمن كافة السلطات والمسؤوليات المرتبطة بالوظيفة، ولابد أن يكون هذا الوصف مكتوبا حتى يمكن الرجوع إليه في أي وقت. هيا يقوم بعملية تحليل وتوصيف الوظائف أفراد مؤهلين لديهم خبرة كافية لهذا العمل. بيتم الحصول على البيانات المرتبطة بتحليل وظيفة معينة من خلال الملاحظة للسلوك والأفعال، آراء رجال البيع، آراء المشرفين والمديرين، آراء العملاء. اثنين، تحديد الصفات والخصائص الواجب توفرها في رجال البيع. بعد تحليل وظيفة البيع في الخطوة السابقة، يتوفر لدى القائمين بعملية اختيار العاملين وصف دقيق وشامل للوظيفة المطلوب شغلها، ويستفاد من هذا الوصف في تحديد الصفات الواجب توفرها في رجال البيع. طبعا تحديد الصفات الواجب توفرها في رجل البيع ليس بالأمر اليسير، نظرا لصعوبة حصر وتحديد كل الصفات التي تجعل رجل البيع ناجح، بالإضافة إلى أن هناك صفات موروثة وأخرى مكتسبة. لكن بصفة عامة يمكن تقسيم الصفات المطلوبة في رجل البيع إلى المجموعات التالية: الصفات العامة زي الاتزان، الشجاعة، القدرة على الإقناع، صفات مبنية على الخبرة زي سنوات خبرته في أعمال مماثلة، صفات تعليمية وهي المؤهل الدراسي أو الشهادة الجامعية. 3، تحديد العمالة المطلوبة من رجال البيع. طبعا في مجموعة عوامل بتؤثر في تحديد عدد رجال البيع: حجم المبيعات المتوقعة من السلعة، معدل دوران العمل المتوقع لرجال البيع، قد إيه بيتركوا وظيفة البيع نتيجة استقالات أو وفاة أو تقاعد أو العمل في مؤسسات أخرى، أيضا معدلات الغياب، نوعية رجل أو رجال البيع المطلوب ومهاراتهم المختلفة، القرارات المستقبلية والخاصة بتطوير مستوى جودة المنتجات، تقدم التكنولوجي وما ينتج عنه من زيادة في معدلات الإنتاجية، الموارد المالية. 4، تحديد مصادر الحصول على رجال البيع. الحقيقة في عندي المصادر الداخلية، والمصادر الداخلية عبارة عن إن الشركة بتعين رجال البيع من الأفراد الذين يشغلون مناصب ويعملون في أقسام وإدارات مختلفة داخل المنظمة. الحقيقة هذا المصدر من المصادر مهم جدا. ليه؟ لأنه بيساعد المنظمة على شغل بعض المناصب الشاغرة من خلال الترقية أو النقل وفي فترة قصيرة. الحقيقة يحقق هذا المصدر عدة مزايا: أولا، السرعة في تلبية احتياجات المنظمة من العمال. 2، إنه فيه هنا انتماء وروح معنوية عالية جدا لدى العاملين، انخفاض تكاليف الاختيار والتدريب والتهيئة قياسا بحالة التعيين من الخارج. طبعا أنت لما بتعين عمالة من داخل المؤسسة لوظائف أخرى، بتشعر الموظف بأن هناك انتماء، وأن المنظمة يعني تسعى لخدمته وتسعى لمصلحته، وبيشعر إنه في يوم من الأيام ممكن يتقلد أي منصب داخل المؤسسة. المصادر الخارجية خلاص، لو ما يعني ما قدرتش، يعني في حالة عجز الشركة عن سد الوظائف أو النقص في الوظائف من الداخل، بتلجأ إلى المصادر الخارجية. وطبعا الوظائف الخارجية يعني مصادرها كثيرة جدا: الإعلان في الصحف والوسائل الأخرى، الهيئات التعليمية،
مدارس، الجامعات، مكاتب التوظيف، العاملون بالمنظمات الأخرى، الاستقطاب عن طريق الإنترنت. يعني في وسائل كثيرة جدا خارجية نستطيع أن نتحصل منها على عمال. 5، إجراءات اختيار رجال البيع. أول حاجة استقبال طالبي الوظيفة، إنه هنا بتبدأ إدارة المبيعات أو التسويق بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة في استقبال المرشحين، وبيملى نموذج اسمه طلب الوظيفة أو الابليكيشن فورمز، علاوة على التأكد من موقع أو مكان العمل ورؤيته على الطبيعة. ملء طلب التوظف، بعد كده يقوم المرشح بملء طلب التوظف، وبيعتبر طلب التوظف من أفضل وأسرع الطرق التي تمكن المنظمة من الحصول على معلومات دقيقة ومفيدة عن راغبي التوظف. من المعلومات الحكم على بعض الأمور الجوهرية عن المتقدمين زي التعليم والخبرة الكافية لأداء العمل، التعرف على أو الحكم على درجة الاستقرار التي تكون موجودة لدى المتقدم لشغل الوظيفة اعتمادا على تاريخ ومدة خدمته في المنظمات السابقة، إمكانية التنبؤ بالأفراد الذين سوف يناسبون الوظيفة ومن هم الذين لا ينجحون في. بعد ما بيملى طلب أو بعد ملء طلب التوظف تبتدي عمليات المقابلة، مقابلة المرشحين. المقابلة محادثة شفوية تتم من شخصين أو أكثر من أجل تحقيق هل يمكن أن يؤدي المرشح الوظيفة فعلا؟ هل لدى المتقدم للوظيفة الدافعية للاستمرار في العمل لوقت طويل؟ هل يمكن أن يتكافئ المتقدم للوظيفة مع بقية العاملين في المنظمة؟ خلي بالك إن المقابلة هامة جدا، ليه؟ لأنها تمكن إدارة من معرفة بعض الأمور التي لا يمكن اكتشافها من خلال طلب التوظف للمتقدم للشغل الوظيفي، زي مظهره العام، طريقة ملابسه، طريقة حديثه، وقد تكون هذه الصفات هامة للوظيفة الشاغرة. هناك طبعا أنواع للمقابلة. المقابلة موجهة تتميز بالتخطيط الشديد، أسئلة مرتبة يتم طرحها على المرشح، حيث يقوم المقابل بإعداد قائمة من الأسئلة من واقع الوصف الوظيفي. لكن بيعاب على المقابلة الموجهة في أنها إيه بقى؟ بتشعر المرشح بالخوف وعدم الارتياح، ولا تسمح له بإبداء وجهة نظره، لأنه هو بيتلقى السؤال ويجيب، يتلقى السؤال ويجيب، أو إنه حتى مع لا تسمح له بتقديم مقترحات، لأن حريته تكاد تكون معدومة نتيجة خضوعه لأسئلة مقننة ومعدة من قبل. فبتيجي الطريقة التانية اسمها المقابلة غير الموجهة، وهنا المقابل يطرح أسئلة بشكل هو شايفه مناسب، الشكل الذي يراه مناسبا يعني، دون أن يكون هناك تنظيم مسبق، وتترك الحرية للمرشح للحديث عن سيرته الذاتية وخطته المستقبلية، وأثناء الحديث يطرح المقابل السؤال المناسب على المتقدم. هذه الطريقة تسير على عكس الطريقة السابقة، وبالتالي تتيح للمرشح قدر كبير من الحرية في الإجابة عن الأسئلة بالطريقة التي يراها مناسبة. في المقابلة الموقفية، والحقيقة بتركز هذه الطريقة على معرفة سلوك المرشح المتوقع في المستقبل تجاه موضوع أو موقف معين. بتقوم اللجنة اللي بتقابل المرشح بسؤال المرشح عن رأيه في موضوع معين أو ماذا يفعل إذا حدث موقف معين له، ومن واقع إجابته يمكن لأعضاء اللجنة الحكم أو يمكن لأعضاء اللجنة الحكم الحكم على خبرته وتجاربه، وإذا كان من الممكن أن يواجه بعض المواقف المرتبطة بعمله في المستقبل أم لا، وما هو تصرفه. يعني تعرض اللجنة موقف معين أو حدث معين على المقابل أو المرشح للوظيفة، وتقول له رأيك إيه؟ ماذا يحدث لو؟ من خلال إجابته تستطيع أن تحكم عليه. ده الاختبارات النفسية. نحن نتحدث، خلي بالك عزيزي الدارس، عن اختيار العمالة أو رجال البيع. الاختبارات النفسية يتم تجهيزها لصحيفة معينة، أو وقد يكون النشر على شكل صورة فوتوغرافية يعقبها وصف مختصر يشرح محتواه. هذا النوع من النشر يكون فعال بشكل خاص في حالة عرض منتج جديد أو مطور بمميزات مرئية واضحة.
اختبارات القدرات. يتضمن هذا النوع من الاختبارات عدة اختبارات، زي اختبارات القدرة الذهنية، وأيضا اختبارات الاستعدادات والميول. وتستخدم اختبارات القدرات في قياس مدى توافر قدرات معينة في رجل البيع قد تكون هامة وضرية لممارسة عمله، زي قدرته على الحديث والحوار وإجادة اللغة وحل المشكلات. اختبارات الذكاء لمعرفة مدى قدرة المتقدم لشغل وظيفة البيع على التعلم، وتتضمن طرح أسئلة بها كلمات تستخدم في وظيفة البيع، وعرض بعض العمليات الحسابية البسيطة على المتقدم لشغل الوظيفة لإيجاد حل لها. وهناك نوع آخر من الأسئلة التي تقيس قدرة الشخص على التحليل وبناء العلاقات بين المتغيرات. يستفاد من هذا النوع اللي هو اختبارات الذكاء في التنبؤ بمدى استجابة واستفادة المتقدمين ببرامج التدريب التي ستقدم لهم، وأيضا المرونة في التعامل والتفاعل مع العملاء والمواقف الطبيعية المختلفة. اختبارات الشخصية والاهتمامات. تستخدم اختبارات الشخصية لقياس شخصية المتقدم لشغل الوظيفة من حيث الانطواء، الاستقرار، والقوة الدافعة له. علماء النفس في مجال الصناعة بيركزوا على 5 أبعاد للشخصية: الانفتاح والاستقرار العاطفي والاستعداد للاتفاق مع الآخرين والوعي والاستعداد للتقدم وأخذ الخبرات. أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين الوعي والأداء الوظيفي، وكذلك الانفتاح له أهمية بالنسبة للمديرين ورجال البيع، حيث تتطلب هذه الوظائف تفاعلا اجتماعيا، وبالتالي شاغل هذه الوظائف لابد أن يكون عنده درجة انفتاح مناسبة. أظهرت بعض الدراسات الأخرى وجود علاقة عكسية بين بعدي الانفتاح والوعي وبين الغياب. الخطوة اللي بعد كده الفحص الطبي. بعد ما بنعمل اختبارات ونجد إن المتقدم بينجح في هذه الاختبارات، تبتدي عملية الفحص الطبي. بمجرد الانتهاء من إجراء المقابلة الشخصية والاختبارات النفسية، يجرى توقيع الكشف الطبي على المتقدم للتأكد من بقى استيفاء المتقدم للمتطلبات البدنية الخاصة بالمنصب، اكتشاف العجز البدني إذا كان المتقدم يعاني منه، عنده برد لا قدر الله، معدي، عنده كذا عنده كذا. وغالبا ما يتم الفحص الطبي بمعرفة المراكز الطبية المملوكة للمنظمة التي تطلب العمالة، أو مراكز تابعة للمنظمة وقد يكون في جهة أخرى ولكن على نفقة المنظمة التي تقوم بعملية الاختيار. ثم بعد ذلك الخطوة التعيين. عندما يجتاز المتقدم لشغل وظيفة البيع المراحل السابقة، تقوم المنظمة بتعيينه في الوظيفة، وقد يكون التعيين بصفة مؤقتة لحين انتهاء من فترة التدريب، وقد يكون التعيين نهائي. غالبا بيكون التعيين فترة كده تحت التمرين أو الاختبار، إلى أن تتأكد المنظمة من مدى سلامة الشخص وأدائه لعمله بشكل طيب، بيتم تعيينه بشكل نهائي. في بعض الأحيان تقوم بعض المنظمات بمراجعة خطابات التوصية التي يحصل عليها المتقدم لشغل وظيفة البيع من رؤسائه السابقين في الأعمال السابقة التي عمل بها، وإن كان يتم النظر إليها بشكل فرعي على اعتبار أنها متحيزة، ويتم كتابتها بصورة تخدم المتقدم. بعض الأحيان المتقدم بيحط في أو يضع في الفايل بتاعه وهو داخل يعمل في مؤسسة معينة خطاب من شركة أخرى عمل بها لفترة طويلة، فأحيانا الخطابات دي بتجامل الشخص أو بتجامل المتقدم. غالبا في بعض الشركات بتسأل عنه في الأماكن التي قام بالعمل بها، بيختلف من شركة إلى أخرى.